الحرب هاشمية. دبر 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 قبول الحرب هاشمية. زلزال من هم العظماء الأربعة؟ الذين سجلوا أروع ملاحم البطولة والفداء في تاريخنا الإسلامي. قام الرسول صلى الله عليه وسلم بتجهيز 3000 مقاتل لمواجهة جيش الرومان في غزوة مؤتة، ولم يجعل الرسول صلى الله عليه وسلم لهذه الغزوة أميراً واحداً، بل عين 3 من الأمراء، وهم زيد بن حارثة وجعفر بن أبي طالب وعبد الله بن رواحة. وقال صلى الله عليه وسلم: إن قتل زيد فجعفر، وإن قتل جعفر فعبد الله بن رواحة. وقد أخرج الرسول صلى الله عليه وسلم مع هذا الجيش البطل الإسلامي الفذ خالد بن الوليد رضي الله عنه، ولم يكن مر على إسلامه إلا 3 أشهر فقط، وخرج الرسول بنفسه لتوديع الجيش، وحرص على ألا تخرج الحرب الإسلامية عن ضوابطها الشرعية، وأن يلتزم المسلمون تماماً بأخلاقهم حتى في أشد حروبهم، حيث كان صلى الله عليه وسلم إذا أمر أمير على جيش أوصاه في خاصته بتقوى الله ومن معه من المسلمين خيراً، ثم قال: أغزوا بسم الله في سبيل الله، قاتلوا من كفر بالله، أغزوا ولا تغلوا ولا تغدروا. بعد أن وصل الجيش الإسلامي إلى مؤتة، وجد أن الدولة الرومانية أعدت جيشاً هائلاً عدده 100,000 مقاتل، وأعد العرب النصارى الموالين للرومان 100,000 مقاتل أيضاً، فصار مجموع جيوش العدو 200,000 مقاتل. ومع هذا العدد الكبير، رأى المسلمون أن القتال أمر ممكن، وأن النصر أمر محتمل. يقول الله عز وجل في كتابه: كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله. وذكر سبحانه وتعالى أيضاً في سورة الأنفال أن الجيش المؤمن قادر على مواجهة 10 أضعافه إن كان قوي الإيمان حقاً. قال سبحانه وتعالى: إن يكن منكم 20 صابرون يغلبوا 200، وإن يكن منكم 100 يغلبوا 1000 من الذين كفروا بأنهم قوم لا يفقهون. زيد بن حارثة. اقتربت ساعة الصفر وبدأت معركة مؤتة، وهي بحق أشرس موقعة في السيرة النبوية. أمواج بشرية هائلة من الرومان ونصارى العرب تنساق إلى أرض مؤتة، ورجال كالجبال من المسلمين يقفون ثابتين في واجهة أقوى قوة في العالم آنذاك. وارتفعت صيحات التكبير من المسلمين، وحمل الراية زيد بن حارثة رضي الله عنه وأرضاه، وأعطى إشارة البدء لأصحابه، واندفع كالسهم رضي الله عنه وأرضاه صوب الجيوش الرومانية. ومع ارتفاع الغبار في أرض المعركة وارتفاع أصوات السيوف وصرخات الألم، سقط أول شهداء المسلمين، والبطل الإسلامي العظيم والقائد المجاهد زيد بن حارثة رضي الله عنه سقط مقبلاً غير مدبر بعد رحلة جهاد طويلة جداً، حيث كان رضي الله عنه من أقدم الصحابة إسلاماً، فقد كان صغيراً في الجاهلية، واشترته خديجة بنت خويلد فوهبته إلى النبي صلى الله عليه وسلم حين تزوجها، فتبناه النبي قبل الإسلام وأعتقه، واستمر الناس يسمونه زيد بن محمد حتى نزلت آية: ادعوهم لآبائهم. وكان النبي صلى الله عليه وسلم لا يبعثه في سرية إلا جعله أميرا عليها، وكان يحبه ويقدمه حتى استشهد. جعفر بن أبي طالب. هو أخو أمير المؤمنين علي بن أبي طالب، ويقال له جعفر الطيار، وهو من السابقين إلى الإسلام، وهاجر إلى الحبشة في الهجرة الثانية، فقدم على النبي صلى الله عليه وسلم وحمل الراية في مؤتة بعد استشهاد زيد بن حارثة، وكان عمره عندئذ 40 سنة، ونزل عن فرسه وقاتل قتالاً لم ير مثله، حيث تقدم صفوف المسلمين وأكثر الطعن في الرومان، فتكالبوا عليه وقطعوا يمينه، فحمل الراية بشماله لكي لا تسقط، فقطعوا شماله أيضاً، فاحتضن الراية إلى صدره وصبر حتى وقع شهيداً، وفي جسمه نحو 90 طعنة ورمية، فقيل: إن الله عوضه عن يديه جناحين في الجنة. فروى البخاري أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كان إذا حي ابن جعفر رضي الله عنه قال: السلام عليك يا ابن ذي الجناحين. كما جاء في البخاري أيضاً أن عبد الله بن عمر قال:
أنه وقف على جعفر يومئذ وهو قتيل، فعددت به 50 بين طعنة وضربة ليس منها شيء في دبره، أي ليس منها شيء في ظهره، فهو لم يفر ولو للحظة واحدة رضي الله عنه وأرضاه، بل من أرض المعركة إلى الجنة مباشرة لا يسير فيها بل يطير. روى الطبراني بإسناد جيد عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: رأيت جعفر بن أبي طالب ملكا يطير في الجنة. عبد الله بن رواحة حمل الراية بعد جعفر بن أبي طالب، ذلك المجاهد الشاب الذي شهد العقبة مع 70 من الأنصار، وكان أحد النقباء 12، وشهد بدر وأحد والخندق والحديبية، واستخلفه النبي صلى الله عليه وسلم على المدينة في إحدى غزواته وصحبه في عمرة القضاء. حمل الراية رضي الله عنه، وكان يدفع الناس دفعا للقتال ويحمس المسلمين على طلب الشهادة، وكان يتمنى ألا يعود إلى المدينة بل يقتل شهيدا في سبيل الله. وقاتل عبد الله بن رواحة قتالا عظيما مجيدا حتى قتل رضي الله عنه، فأخذ الراية رجل من الأنصار ومشى بها إلى خالد بن الوليد، فقال له خالد: لا أخذها منك، أنت أحق بها. فقال الأنصاري: والله ما أخذتها إلا لك. خالد بن الوليد لما حمل خالد بن الوليد الراية نجح في التراجع بالجيش تدريجيا حتى سحب الجيش بكامله وعاد به إلى المدينة المنورة سالما، وسمي هذا نصرا وفتحا باعتبار أنهم تخلصوا من أيدي الروم الذين كانوا 200,000 والمسلمون 3,000 فقط. وروى النسائي أنه لما أخذ الراية خالد بن الوليد رفع رسول الله صلى الله عليه وسلم أصبعيه ثم قال: اللهم أنه سيف من سيوفك فانتصر به. فمن يومئذ سمي خالد بن الوليد سيف الله، وكان خالد بن الوليد من أشراف قريش في الجاهلية، وشهد مع مشركيهم حروب الإسلام إلى عمرة الحديبية، وأسلم قبل فتح مكة، ففرح به رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي عهد أبو بكر الصديق كان له صولات وجولات في قيادة الجيش. لعب خالد بن الوليد دورا حيويا في انتصار قريش على قوات المسلمين في غزوة أحد قبل إسلامه، كما شارك ضمن صفوف الأحزاب في غزوة الخندق. ومع ذلك اعتنق خالد الإسلام بعد صلح الحديبية، شارك في حملات مختلفة في عهد الرسول أهمها غزوة مؤتة وفتح مكة. وهو في أوج انتصاراته العسكرية عزله الخليفة عمر بن الخطاب من قيادة الجيوش لأنه خاف أن يفتتن الناس به، فصار خالد بن الوليد في جيش الصحابي أبو عبيدة عامر بن الجراح وأحد مقدميه، ثم انتقل إلى حمص حيث عاش لأقل من 4 سنوات حتى وفاته ودفنه بها. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.